مرحبا بكم اخواتي اخواني في وصفه جديده من وصفات مطبخنا ساره. اليوم راح نشوفوا طريقه تحضير فطائر بدون عجين وبدون فرن، محشوه من الداخل وتجي رائعه ولذيذه جدا ومقرمشه، وراح تعجبكم ان شاء الله، وتقدروا يعني ما نديروها لفطور رمضان. اذا لتحضير هذه الفطائر المقرمشه نحتاج الى المقادير التاليه. للحشو راح نديرو هنا عندي دجاج، الدجاج هنا راه اخضر، وقطعته قطع صغيره هكذا كما راكم تشوفوا، قطع صغيره بزاف هكذا. هنا راني دايره زوج صدوره، حبه بصل غابي مبشوره، حبه بصل متوسطه، الجبن، وتقدروا ديروا اي جبن يكون متوفر عندكم، يعني ما كومش مقيدين حتى باي جبن، اي جبن يكون متوفر تقدروا تخدموا به، حتى يعني جبن القطع او لي بورسيون. البيض باش نرمدوا فيه هو ولا شابلير او الخبز مرحي. توابل عندي شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه معدنوس، وشويه ثوم. هنا نستعمل الثوم يعني البودره، اذا استعملتوا الثوم العادي يعني ديروا فص واحد ثوم مقطع. وهنا عندي لا كريم فريش، هذه صغيره يعني تستعملوا غير هذه يعني تقدنا قشده طريه هكذا، نوريها لكم نقربها لكم، هاي متوفره في كل المحلات. ونحتاجوا هنايا عندنا خبز التوست. اذا مباشره نبداو بسم الله بطريقه التحضير. نديروا النقلات تاعنا فوق النار ونديروا فيها شويه زيت، كي يحملنا الزيت شويه نفرغوا فيها اول شيء البصل، البصل هنا راه مبشور يعني راه غافي، ونخلوه يتقلى لنا شويه، نضيفوا له الثوم كما قلت لكم، انا الثوم هنا اللي نستعمل البودره، قادرين يعني تستعملوا الثوم العادي، المعدنوس، معدنوس نديرو غير شويه ما نكثروش، نخلطوا هادو مع بعض. هكذا نخلوهم يتقلاونا شويه، نضيفوا الدجاج اللي قطعناه قطع صغيره. هنا كما قلت لكم راني دايره زوج صدور صغار، ونديروا التوابل، نديروا الملح هكذا، ونديروا الفلفل الاسود، نخلطوهم مليح هكا مع بعض، هذه الوصفة تجي لذيذة وسريعة، يعني سريعة التحضير، تجي رائعة شهر رمضان الكريم. هكذا إذا راح نخلوهم يتقلاو لنا شوية مليح حتى يطيب لنا الدجاج تاعنا غاية، هكذا كيطيب لنا الدجاج تاعنا مليح، نحركوه شوية هكذا. الآن نفرغو لا كريم فريش تاعنا أو القشدة الطارية، إذا نخلطوها كامليح، يكون
كلشي مع بعض هكذا هكذا، ونخلوهم يزيدوا يتقلاو لنا غايه هكذا. الجاج تاعنا راه طاب غايه، ولاصوص كذلك راهي نشفت كما راكم تشوفوا، والرائحه تاعها رائعه. يعني هذا الحشو يجي بنين بزاف لا كريم فريش هكذا. خلاص الان الحشو تاعنا راه جاهز، نطفو عليها النار. الان راح نخدمه بالخبز التوست تاعنا. اذا ناخذ وحده نحطوها هنايا، وبالقطاعه كما هذه دائريه راح نقطعوا هنا دائره في الوسط هكذا، نضغطوا عليها هكذا، نخرو هذه على جنب ونخدمو بهذه بالحلال تاعنا. راح نضغطو عليها هكذا هكذا، نضغطو عليها بالحلال هكذا هكذا، ونوخروها على جنب ونزيدو نديرو واحدة اخرى. اذا نجيبو التوست تاعنا، نقطعو دائره في الوسط هكذا، كذلك بالحلال نزيدو نضغطو عليها نجيبو الدائرة تاعنا الأولى، نديرو فيها الفرماج هكذا بالمغرف، نقعدو نمشو فيها إذا كان الفرماج قليل، يعني ديرو غير في الحواشي، أنا نحتاجوه أكثر في الحواشي يعني باش نبلعو بها من بعد، وإذا كان متوفر يعني وبكثرة إذا ديروه كاع في المساحة كلها. في هذه الدائرة راح نديرو شوية تاع الحشو هكا، نديروه كاع في الوسط هكذا، وبالدائرة الثانية راح نديروها فوقها فوالا هكذا، ونستمروا على هذه الطريقة حتى نكملوا الكمية تاعنا كاملة. بعد ما كملت الخبيزات تاعي كامل كما راكم تشوفوا، نرمدوهم في البيض ولا الشافلي، وغاني درت شوية ملح هنايا في البيض. إذا نخلطها هنا هكذا شوية، هكذا، إذا نبداو أول حاجة ندخلوهم في البيض هكذا، نغمدوهم مليح في البيض هكذا، ونديروهم في لاشابليغ هكذا في الحواشي لازم يعني تكون الخبز كاع جاوي كما راكم تشوفوا فوالا هكذا، ونواصلوا العمليه حتى نكملوا الخبيزات تاعنا كاملين.
هكذا هكذا انا رمدنا الخبيزات تاعنا كاملين كما راكم تشوفوا في البيض ولا شابلور. اذا الان راح نقوموا بقليهم في الزيت. بعد ما نديروا زيت في المقله فوق نار متوسطه يعني خلوه يحمى لنا مليح. اذا كي يسخن الزيت تاعنا نبداو نحطوا فيه الخبيزات تاعنا او الفطائر تاعنا باش يتقلاو لنا. هكذا ونخلوهم يتقلاونا مليح من الجهتين حتى يولي يعني اللون تاعهم دوغي او ذهبي. اذا هذه هي الفطائر تاعنا راهي جاهزه. بعد ما نكملوا يعني ونقلوها كامل في الزيت ونقلبوها على الجهتين، لازم نقلوها من جهتين يعني ونقلبوها مليح. هذه هي فوالا الفطائر تاعنا راهي جاهزه. فطائر كما قلت لكم تجي مقرمشه من الفوق لان فيها الخبز مرحي او لا شابلور، وتجي طريه ولذيذه من الداخل بدون عجين وبدون فرن، يعني نقلوها غير في الزيت. فوالا راح نحل لكم وحده باش تشوفوها كيفاش دايره من الداخل. هكذا فوالا، حشو تاني كذلك يجي بنين ولذيذ جدا. هكذا ان شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم وتجربوها انتم كذلك وتعجبكم. هذه الوصفة كما قلت لكم قادرين نديروها في شهر رمضان الكريم، وبهذه المناسبة نقول لكم رمضان كريم وكل عام ان شاء الله وانتم بخير، وان شاء الله تصوموا بالصحة والهنا ان شاء الله. الى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله. مع السلامة.